في البداية كده شفت منتخب مصر امبارح عمل ايه ومع كابتن حسام حسن ماشي بشكل كويس جدا على مستوى النتائج. خلينا نتكلم على منتخب مصر في البداية كده، وشفت ازاي مشوار منتخب مصر بيحقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات. بص، في البداية طبعا خلينا نقول ان بالارقام منتخب مصر ماشي كويس جدا، ودي هتكون حاجة منصفة الكابتن حسام حسن، ولكن الارقام في الكوره مش كل حاجه. عشان كده في الكوره اخترع حاجه اسمها تاجنج. دي بتروح انت بتجيب الرقم، مثلا ده في الحاجات التحليليه، ان انت عشان ما الناس تاخد اي رقم تحطه في اي حته وخلاص وتقعد تحلل فيه زي ما انت عارف، ولكن فيها جزء مهم جدا وهو جزء الاداء والمبادئ والسيستم بتاع اللعب، لان هو ده اللي باقي لك على اللونج تيرم. النهارده النتائج هي مش باقيه لك على اللونج تيرم، ولكن اللي باقي لك على اللونج تيرم هو السيستم اللعب بتاعك والمبادئ اللي انت بتلعب عليها. ده رايك. انا بالظبط ده رايي. انا بالنسبه لي النتائج مهمه واكيد الاداء مهم. طبعا النتائج مهمه، من عشان كده انا بقول لك لان هي اللي هتخليك على اللونج تيرم، انت هتشارك في امم افريقيا، فالنتائج هي اللي خليتك تروح. بالظبط، ولكن الاداء، مش انا مش بتكلم على الاداء، انا بتكلم على السيستم والمبادئ، الهويه. السيستم الهويه بتاعت الفريق ومبادئ اللعب نفسها هي اللي باقيه لك على اللونج تيرم على المدى الطويل جدا. جميل. هنرجع لورا شويه ايام بوب برادلي، واحد من احسن الاداءات اللي منتخب مصر عملها. الراجل قعد يحقق نتائج كويسه جدا وكره شامله، وبنشوف هجوم من كل حته، الاطراف والعمق والدنيا كويسه جدا، لحد ما جينا اصطدمنا بالواقع المرير غانا. قدام منتخب غانا. ليه؟ لان انت قبل ماتش غانا للاسف احنا كنا بدانا ندخل في سكه نقص الكواليتي في الكره المصريه، والناس ما اكتشفتوش لحد ما رحنا نلعب الكوره اللي الراجل عايز يلعبها، او الكوره الكويسه، الكوره الحلوه اللي الجمهور بيحبها. فروحنا نلعب قدام منتخب غانا، فاحنا اكتشفنا ان احنا قدام التحولات بتاعتهم احنا مش قادرين نعمل حاجه. وفي الجيم اللي انت بتلعب فيه هاي بريشر، او انت عندك الدفاع من فوق لتحت، الدنيا فيها مشاكل كتير جدا. فانا اتمنى ان الماتشات دي هيكون فيها اداء مش احسن حاجه، او فيها مش الاداء المنتظر. اتمنى ان الكابتن حسام حسن يبدا يستغل النقط دي ويبدا يشتغل عليها بشكل كبير جدا. كابتن حسام كان ليه تصريحات كتير الفتره اللي فاتت، اتمنى ان هو يشتغل اكتر على اداء الفريق. كابتن من ضمنها مثلا ان يا جماعه عاملوني معامله المدرب الاجنبي. خلينا نرجع كده بالتاريخ لورا شويه. انت لو شفت كارلوس كريوش اول ما جه منتخب مصر، والراجل بدا يفلتر المنتخب، يشوف هو عايز مين ومش عايز مين، وبدا يضم عناصر جديده، حصل عليه هجوم حاد من كل الاعلام في مصر، والناس قعدت تقول له انت استبعدت فلان ليه واستبعدت علان ليه ومين اللي انت واخده. في النهايه شفنا محمد عبد المنعم، واحد من الراجل ما هاجمتوش، انا ماليش دعوه، وانا برضه ما هاجمتوش، انا كنت مقتنع بيه جدا. انا كنت شايف ان اسلوب الراجل هو اكتر اسلوب مناسب للكره المصريه في الوقت الحالي، قدام الكواليتي الحاد للمنتخبات الافريقيه الموجوده جوه القاره، وابرزهم السنغال اللي ما قدرش يتخطاهم، المغرب، يعني فرق كتير جدا. الاحتراف من سن صغير والاكاديميات اللي اتفتحت جوه افريقيا من سن صغير خلت الكواليتي رهيب جدا، وبدات تعمل جاب كبير جدا بيننا وبين المنتخبات الافريقيه.